السلام عليكم ورحمة الله. نكمل حل ملحق المعاصر للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني، ملحق أويك إذ إناف. احنا إن شاء الله الامتحان الرابع، تيست 4، مودل تيست 4. نبدأ بيه المحادثة. نادر is talking to his father about his blog. نادر بيتكلم مع أبوه على المدونة الخاصة به. ف I am trying to start a blog. أنا بحاول إن أنا أعمل مدونة. My dad يا أبي. What's your opinion؟ ما رأيك؟ فقال له that's a good idea، هذه فكرة جيدة. بعد كده سأله سؤال، قال له it's about diving، إنها عن الغطس. فهنا طالما لقيت هنا about يبقى بسأل بـ what، وبعد كده what is it about، عن ماذا هي. What is it about، عن ماذا تتحدث، يعني هي هتبقى إيه تخصصها بتاعها والمحتوى بتاعها. فقال له it's about diving، هي عن الغطس. بعد كده سأله سؤال، بعد كده هيقول الإجابة. أول إجابة yes of course، كده هبدأ بفعل مساعد، نعم بالطبع. I have taken a lot of photos، أنا خدت أو التقطت بعضا من الصور. يبقى هنا have you taken a lot of photos، تمام. يبقى هبدأ بhave وبعد كده الـ I تحول إلى you، taken a lot of photos. يبقى هنا هتبقى have you taken a lot of photos. ممكن بطريقة تانية أقول له have you got any photos، هل عندك اي صور لمثلا للمدونه for the blog، او لحد كده بس تكفي. تمام، بعد كده اكمل المحادثه الصفحه الثانيه معاه. قال له what is a good place for diving in Egypt، ابو بيقول له ايه افضل مكان للغطس، فهيقول له اجابه. طب هقول مكان، اكمل المحادثه عشان اشوف هل هو قال على المكان ولا لا. What can you see underwater when you go diving؟ إيه اللي تقدر تشوفه تحت البحر أو تحت المية لما تروح تغطس؟ فأقول له نقاط. What about going to Hurghada next؟ إيه رأيك نروح الغردقة بعد كده؟ يعني next summer الصيف اللي جاي. يبقى هو كده بيقول له إيه الغردقة. يبقى الغردقة هي أفضل مكان. ممكن أكتب Hurghada على طول، بس ممكن أقول Hurghada is the best place for diving. Hurghada بس تكفي. عايز أزود، أقول Hurghada is the best place for diving. الغردقة أفضل مكان للغطس. بيقول له أنت تقدر تشوف إيه تحت المية؟ فهنا هيقول له حاجه، ايه اللي تقدر تشوفه تحت الميه؟ دي متروكه لك. يبقى انا ممكن اقول مثلا I will see مثلا nice او amazing fish او coral reefs، الشعاب المرجانيه. يبقى نقول مثلا we can عادي، we can see مثلا beautiful او nice او amazing fish، هنشوف سمك رائع او مذهل او beautiful fish او coral reefs الشعاب المرجانيه. فهنا بابا بيقول له ايه رايك نروح الغردقه الصيف القادم؟ فهيقول له مثلا طبعا دي حاجه كويسه. يقول له مثلا that's a good idea او it's a good idea. It's أو ذاتس طبعا it's a good idea، إنها فكرة جيدة. بعد كده سؤال الفيل اللي اختار منه أربع كلمات من ستة. environment البيئة، travel اللي هي السفر أو يسافر، وعندي كلمة driverless اللي هي بدون سائق، وبي يكون، وبينج برضو يكون، ويمون يعني قمر. in the future في المستقبل، in the future في المستقبل نقاط cars will change our lives. هنا يبقى العربيات ايه اللي هتخلي تغير حياتنا؟ يبقى العربيات بدون سائق، يبقى درايفر ليس، يبقى نمبر 1 درايفر ليس. وي ويل نقاط ايبل، ايبل تو بيجي قبلها فيرب تو بي، ويل بيجي بعدها فعل في المصدر فهيبقى بي، يبقى وي ويل بي ايبل تو، هنكون قادرين على، يبقى بي نمبر 2. تو نقاط اني وير، ان احنا نعمل ايه في اي مكان بالعربيات، يبقى نسافر ترافل، يبقى ترافل نمبر 3. ترافل نمبر 3. اني وير ويزاوت، ونكمل نوصل لحد الاخر، زي لحد الاخر زي ويل اولسو بي بيتر فور ذا، العربيات دي هتكون ايه لايه مفيده او مهمه لايه او افضل لايه، بيكوز زي ويل بي الكتريك لانهم هيبقوا كهربائيين، يبقى مفيدين للبي انفايرمنت، يبقى دي نمبر 4 انفايرمنت. تمام، يبقى نمبر 1 هتبقى درايفر ليس اللي هي بدون سائق درايفر ليس، ورقم 2 هتبقى بي، نمبر 3 هتبقى ترافل، نمبر 4 هتبقى انفايرمنت. بعد كده الباسج انا حليت على طول اختصار للوقت. هنا السؤال، فين السؤال الاول في الباسج. ذا بيست تايتل فور ذا باسج از، افضل عنوان لهذا الباسج او هذه الفقره او هذه القطعه اللي هي الاجابه رقم سي، هاو تو ستي هيلثي، ازاي تكون بصحه جيده، تبقى بصحه جيده. بعد كده السؤال الثاني، هنا ذا ديكريس ذا تشانس اوف ذا هارت ديزيز، وي شود هاف فودز هاي ان، هتبقى فايبر، يبقى عشان تقلل الاصابه او فرصه الاصابه بمرض القلب انت المفروض تاكل طعام فيه كثير من الالياف، يبقى الاجابه رقم بي. السؤال الثالث، كانسر اند ديابيتيز ار، نقاط ديت هي عباره عن ايه، اللي هو الكانسر ومرض السكري ديت عباره عن ايه، هي ديزيزز اللي هي الاجابه رقم ايه اللي هي امراض. بعد كده السؤال الرابع، هاو ماتش اكسرسايز از نيدد ايتش داي تو كيب فيت، بتحتاج قد ايه تمارين عشان تحافظ على اللياقه؟ انا كتبت الاجابه ات ليست على الاقل سم اكسرسايز ديلي، بعض الرياضات البسيطه في اليوم. السؤال الخامس، واي از فايبر سو امبورتنت ان اور باديز، ليه الالياف مفيده في جسمنا؟ لانها بقت هيلبس ذا بودي تو دايجست فود، لانها بتساعد الجسم ان هو يهضم الطعام. السؤال السادس، سمرايز لاست باراجراف ان وان سنتنس،
انت تلخص الفقره الاخيره في جمله واحده كتبت the importance of the fiber for body، اهميه الالياف للجسم. بعد كده اسئله الاختيارات. السؤال الاول او الان نقاط is a person who studies stars and planets، هو الشخص اللي بيدرس الكواكب والنجوم، يبقى استرونوما اللي هو العالم الفلك، اللي جاب رقم سي. السؤال الثاني solar energy is a clean type of energy، the antonym of clean is clean معناها نظيف وانتينوم يعني عكس، عكس كلمة نظيف ايه اللي الطاقة نظيفة يقصد الطاقة نظيفة، يبقى dirty اللي هي المنتصف، الإجابة رقم ايه. harm معناها ضار، harm معناها ضار. تمام، وتشيب يعني رخيص، وclear يعني واضح، يبقى كده العكس كلمة clear dirty. السؤال الثالث we add the suffix نقاط to the verb sustainable، يبقى كده هتبقى sustainable، يبقى ايه بي اللي ايه اللي هي معناها مستدام، الإجابة رقم بي. السؤال الرابع pass has the same meaning، بس معناها ينجح، يبقى تساوي كلمة succeed، دي اللي جايبة رقم سي، بس لازم احط لها ان، يبقى succeed يعني. السؤال الخامس the prefix re، re معناها again، اللي جايبة رقم بي. السؤال السادس the antonym of the word large، large antonym يعني عكس كلمة large هي tiny اللي هي ضئيل، و large معناها كبير. بعد كده اسئلة التصحيح we should avoid، avoid بيجي بعدها verb اخر ing، يبقى تو ست هتبقى sitting، يبقى نمبر 1 هتبقى sitting. السؤال الثاني our beaches are visited visiting وباي، باي كده مبني المجهول، يبقى خلال تصريف ثالث من visiting يبقى visited، مش مساحه نكتب هنا، انت شيل اي نجي وهتلاقي دي. السؤال الثالث معذره ثانيه واحده شباب. بعد كده السؤال الثالث does Dina speak good English، if طالما لقيت هنا بص على الجمله اللي بعديها، هنا move، move كده مضارع بسيط في النظر، يبقى قبليها will، يبقى بدل does تبقى will. الحاله الاولى من F. السؤال الرابع my grandparents don't used to، طالما بيجي قبليها didn't، طالما عايزين فيها. السؤال الخامس fewer people want to live in Cairo if، طبعا if كده بص اللي بعديها where، يبقى ماضي بسيط يبقى قبليها would، وهنا want يبقى خليها منفيه برضه يبقى wouldn't. شكرا، السلام عليكم.